السلام عليكم إخواني في الله، أحبتي، متابعي قناتنا أو صفحتنا على الفيسبوك دي أما زرتك. اليوم قررت أن أقوم بفيديو تعريفي أو تجريبي لقناتي الجديدة التي فتحتها مؤخرا على اليوتيوب، ولذلك سوف أغتنم هذه الفرصة لكي أعرفكم وتطلعوا على المزيد عن صفحتنا. بالمناسبة، صفحة هذه القناة تابعة لمدونة أمازيغ تك، وحيث نتناول في هذه القناة آخر أخبار المعلوميات والدروس عن طريق شروحات أو فيديوهات مصورة، وهذه ميزة خاصة بهذه القناة. وهذه الفيديوهات تكون عن دروس متسلسلة قصد إفادة جميع متابعي الصفحة، وحتى يكونوا على اطلاع بآخر الدروس. وكما أقدم لكم مساعدات تقنية دائمة بإجابة عن جميع استفساراتكم وحل مشاكلكم. عن هذه المدونة، تأسست سنة 2015 وهي مدونة تحت إشراف المدون الجزائري الشاب أمين حبيب، ومقرها بالجزائر العاصمة، وحيث هذه القناة توفر لكم آخر أخبار الكمبيوتر وأندرويد والجيمين وحتى المجانيات واحتراف وشروحات وآخر برامج وتفعيلها مع إجابة عن مشاكلكم. وهذا كل ما يوجد في هذا الفيديو التجريبي لهذه القناة، حيث يمكنكم أن تتعرفوا على القناة بصورة سريعة لتتعرفوا على محتوى هذه الصفحة وأهدافها. ومن أهداف هذه الصفحة، والهدف الأول هو الرئيسي، وهو إغناء المحتوى العربي خاصة والعالمي عامة. والهدف الثاني، وهو هدف هام جدا أيضا، وهو تحسين سمعة دولة الجزائر من حيث التكنولوجيا والمعلومات بين الناس ونشرها وإغنائهم ومساعدتهم لكي تحسن رتبة الجزائر في المعلوميات وأخبارها ولا آخره. إذا قبل أن أنهي هذا الفيديو، لا أطلب منكم إلا أن تعملوا سبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب ولايك لصفحتنا على الفيسبوك واشتراك بالقناة. أما بالنسبة ملاحظة صغيرة لمدونة بلوجر، فهي الآن قيد التطوير كما ترون الآن، لأني قيد تغيير الديزاين الذي أنا وسأعيد فتح المدونة في أقل من أسبوع إن شاء الله. وإن لم يعجبكم هذه القناة فليس بالأمر هام جدا أن تضغطوا لايك أو لا، المهم أن يكون قد أفدتكم إن شاء الله. لذلك إلى اللقاء أصدقائي، ونلتقي إن شاء الله في الدروس المقبلة والشروحات الآتية إن شاء الله. السلام عليكم إخواني في الله، أحبتي، متابعي قناتنا أو صفحتنا على الفيسبوك دي أما زرتك. اليوم قررت أن أقوم بفيديو تعريفي أو تجريبي لقناتي الجديدة التي فتحتها مؤخرا على اليوتيوب، ولذلك سوف أغتنم هذه الفرصة لكي أعرفكم وتطلعوا على المزيد عن صفحتنا. بالمناسبة، صفحة هذه القناة تابعة لمدونة أمازيغ تك، وحيث